والفن. احنا الان في واحد اللقاء اللي هو ميلاد لواحد الهيئه شبابيه اللي ان شاء الله بحول الله غادي تكون فعل خير على العمل الجمعوي بعمله مقاطعه أنفا وكذلك على الصعيد الوطني، الا وهي الهيئه الوطنيه للشباب والتنميه اللي جات كعربون ديال واحد العمل واحد الجهد جهيد ديال مجموعه من شات الشباب الجمعوي. نتمنى من الله انها تكون هذه بدايه للعمل الجاد والعمل الحق في الإطار الشباب وفي إطار الديمقراطية التشاركية. بسم الله الرحمن الرحيم. مدرك زكريا رئيس الهيئة الوطنية للشباب والتنمية، اليوم كي شفتوا دازت الاشغال ديال عقد الجمل العام التاسيسي لهذه الهيئه اللي جات من بعد الخطاب ديال سيدنا مباشره اللي كيدعم القدرات والكفاءات ديال الشباب اللي من خلالها اصبح رافعه للتنميه المحليه والوطنيه. فكذلك رجعت اللجنه التحضيريه انها تلم الشمل ديال مجموعه ديال الشباب والفاعلين الجمعويين بالمنطقه وخاصه بزروع عمله أنفا وبالخصوص بمقاطعه سيدي بليوط، على اساس انه سيتم توسيع الرقعه على جميع المناطق سواء الجهويه او المحليه او الاقليميه. فاذا فكره ديال تاسيس هذه الهيئه هي اليه من الاليات الترافعيه من اجل الترافع على قضايا الشباب محليا وطنيا وجهويا. فاذا كنتمنى هذه الهيئه هذه ان شاء الله ان تضفر الجهود وان كنرحبوا بجميع الفاعلين والفاعلات من الشباب خاصة، وكذلك نقتدي بمجموعة من الفاعلين اللي سبقونا في هذا المجال هذا. فنتمنى لهذا المولود الجديد أن يحدو حدوه الصحيح، وكذلك أنه يتلائم مع الأفكار ومع الآفاق والمستقبل إن شاء الله ديال المغرب الجديد. وشكرا.